السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم يا شباب؟ ده كوريل 2020، النسخة النسخة دي تختلف عن أي نسخة، إنك مش هتحتاج تفعيل ولا أي حاجة، هتسطبها هتنزل على جهازك فل الفل. دي هدية ليكم. طبعا الأيقونات تختلف نوعا ما شوية عن طبعا كل أيقوناتك موجودة، كل أداة الكتابة ها لكم رابط النسخة أسفل صندوق الوصف، وهي مفيهاش تغييرات يعني جامدة عنها. النسخ اللي فاتت إلا إيه؟ إلا الأوبشن، حاجات خفيفة كده وعلى كده. طبعا هسيب لكم زي ما قلت لكم الرابط أسفل صندوق الفيديو، ورجاء تكمل الفيديو للآخر، يعني برنامجك دي أداتيه الستروك طبعا هو داخل، احنا نخلوه خارج من هنا. هي الادوات بتاعتك، بصوا هي الادوات، هتفك فك السريع زي ما احنا عارفين، بقت ارضية لون طبعا. ما تنساش اللايك والشير، تبقى دي كل الغير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.